مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينضم معنا مستشار رئيس الوزراء السيد علاء عبد الحسين. سيد علاء، أرحب بك، ونتحدث بداية عن الخطة الإصلاحية الشاملة التي تبنتها الحكومة الحالية وتشمل غالبية القطاعات الاقتصادية والمالية. بداية دعنا نتحدث، ما المقصود من تطبيق هذه؟ الحقيقة بداية شكرا جزيلا على الاستضافة. الورقة البيضاء اللي أقرتها الحكومة العراقية هي ورقة مكونة من جزئين رئيسيين. الجزء الأول تضمن رؤية شاملة للواقع الاقتصادي اللي يمر به البلد العراق كدولة، والجزء القسم الثاني من الجزء الأول كان تمثل الأهداف المرجو تحقيقها بعد تطبيق خطة الورقة البيضاء. بعدها صدر الجزء الثاني من الورقة البيضاء، تضمن أيضا قسمين. القسم الأول هو آليات وحوكمة تنفيذ المشاريع في هذه الورقة البيضاء، والجزء الثاني تضمن المشاريع الخاصة بالتنفيذ. هذه المشاريع تضمنت 64 مشروع من مختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية، وهذه المشاريع كل مشروع تضمن عدد من المستهدفات. عدد المستهدفات الكلية 366 مستهدف، كل مستهدف من هذه المستهدفات لم يترك على الغارب، وإنما كان إلى نقطة بداية ونقطة نهاية، ومن أجل متابعته في الدورة القياسية ضمن آليات الحوكمة اللي حكينا بها. هذه المشاريع توزعت على الوزارات المختلفة في الدولة العراقية، كل حسب اختصاصه. مثلا وزارة المالية هناك 17 مشروع، وزارة النفط حوالي 7، وزارة الكهرباء حوالي 6، هيئة الاستثمار حوالي 4، ووزارات التجارة والإسكان وغيرها من الهيئات المستقلة الأخرى. طيب سيد علاء، في هذه النقطة يعني تحدث وزير المالية عن نسب متفاوتة في تطبيق الورقة البيضاء من وزارة وهيئة إلى أخرى. هل التفاوت مقصود أم هو تقاعس من هذه الهيئات أو الوزارات في تطبيق الإصلاحات؟ شكرا جزيلا على السؤال. حقيقة أنا ما أحب أفضل كلمة تقاعس، لأنها مو كلمة جيدة خلينا نقول، وإنما نقول صار عندنا إشكالات في التنفيذ أدت إلى هبوط نسبة التنفيذ. حقيقة نسبة التنفيذ الكلية لمشاريع الورقة البيضاء هي 61%. نحن لسنا بصدد أنه نعظم النسبة أو نقللها. الوزارة اللي لم تنفذ قلنا لها أنتم ما نفذتوا، الوزارة اللي نفذت قلنا لها أنتم نفذتوا، لكنه 60 وال61% لما تسألني هي على مجمل الورقة البيضاء أقول لك لا تقاس بهذه الطريقة. لكن الآثار المترتبة على الوزارات التي لم تنفذ. عفوا خليني أوضح لك. فضل. احنا خلال 366 مستهدف، كل مستهدف إلى عدد من الأشهر. خلال الستة مثل ما تعرفون جنابكم، دولة السيد رئيس الوزراء أطلق التنفيذ الفعلي للورقة البيضاء في 1/8/2021. طيب. الآن احنا أنجزنا 6 أشهر. تقييمنا للستة أشهر للمستهدفات هو 61%. سبب عدم وصولنا إلى 100% خلينا نسميها هو بسبب بعض الإشكالات. مثلا أعطيكم مثال، أحد المستهدفات في هيئة الأوراق المالية في المشروع رقم 13 هو إكمال المشروع هيئة الأوراق المالية. الآن ضمن هذه الفترة هيئة الأوراق المالية أنجزت ما عليها من إكمال المشروع، إلا أنه المشروع لم يتم تنفيذه بسبب أنه لازم يرفع لمجلس الدولة، ومن مجلس الدولة يجب أن يشرع من خلال مجلس النواب. الآن كهيئة أوراق المالية هي أنجزت ما عليها، لكنه بالنتيجة أنا ما عندي المشروع، ما عندي القانون جاهز، وبالتالي أكو بعض التأخير بسبب طبيعة المشروع نفسه وطبيعة الظروف اللي تحيط بهذا المشروع. طيب. وبالتالي أنا ما أقدر أعطي نسبة 100% إنجاز. طيب هذه الواحد لذلك 60% صار... نعم. سيد علاء، يعني ما هي الأهداف التي تحققت من خلال هذه 61؟ ما هي مثلا أحسنتي، شكرا جزيلا على هذا السؤال. حقيقة مثلا أعطيكم مثال، اليوم احنا نحكي عن الكل يذكر صندوق الإسكان مثلا، كانت القروض الممنوحة للإسكان 45 مليون، تم اتخاذ قرار بتنفيذ مبادرة البنك المركزي للإيقاظ الإسكان وتم زيادتها إلى 75 مليون. طيب. الآن المبادرة تجتمع وتعطي قروض مستمرة، هذا المشروع تحقق. الآن أكو مستهدف كان مثلا لا يسمح بالسيارات المتضررة أن تأتي تدخل للعراق إلا
إلا تصلح خارج العراق، كان هناك مستهدف بسمح لها بالدخول، تم استحصال جميع الموافقات وتم السمح لها بالدخول من أجل مش أجل زيادة فرص العمل للحرفيين في تصليح السيارات. هذا هو أحد المستهدفات مثلا على سبيل المثال. هذا تم إنجازه وبالتالي تحقق على أرض الواقع. إحنا في خلية إدارة الإصلاح نعمل على التالي: كل مستهدف إلى توقيت معين، نطلب من الجهة المنفذة للمشروع خطتها تفصيلية على الأشهر. يعني نفترض هذا المستهدف مدة إنجاز مالته 9 أشهر، نجي نقول لهم يا وزارة المالية مثلا أو يا وزارة التجارة أو يا وزارة الداخلية انطونا خطتكم لهذا المستهدف ل9 أشهر، بالشهر الأول شنو تسوي، بالشهر الثاني شنو تسوي، بالثالث وهكذا لنهاية عمر المستهدف. الآن بعد ما طونا خطتنا خطة مالتهم للتنفيذ، بنهاية الشهر الأول يبعثوننا تقرير عن أدائهم، ونروح إحنا عندنا عضو ارتباط يتابعهم، يروح يتأكد على أرض الواقع هل تم التنفيذ بالفعل ولا لا. طيب. يرفع تقرير وعلى أساس تحدد نسبة الإنجاز. تحدثت قبل قليل سيد علاء عن بعض إسقاطات هذه الورقة على مثلا الفرص التعيين أو العمل، لكن فيما يتعلق بمستوى الدخل، ما إسقاطات هذه الورقة على مستوى الدخل بالعموم؟ لا، هو مو بمستوى الدخل. هو الهدف الورقة البيضاء كهدف استراتيجي عام لها هو إصلاح مالية الدولة وإصلاح إجراءات الإدارية والاقتصادية للدولة العراقية. هذه الإصلاحات والإجراءات والتشريعات والتنظيمات للدولة العراقية عبر وزاراتها المختلفة راح تؤدي إلى تطوير الاقتصاد. عملية تطوير الاقتصاد راح تجعله اقتصاد خالق للوظائف. كلما كان اقتصاد خالق للوظائف كل ما حلينا مشكلة رئيسية من مشكلة البطالة، ولما نحل مشكلة البطالة راح يتولد الدخل. هذا الدخل اللي يتولد لهاي الأفراد راح يعمل على أنه يخلق اليوم جنابك أو أنا أو أي المستمع الكريم لما يستلم راتبه مثلا على سبيل المثال أو أجره الشهري، هو ما راح يحتفظ به، راح يصرفه. لما عملية الصرف هذا راح أكون عدد من المستفيدين. فبالتالي كل ما كان الاقتصاد خالق للوظائف كل ما استفاد من عنده أكثر من شخص. طيب. يعني الفرصة العمل الوحدة هي ليست متعلقة بشخص بقدر ما متعلقة بأوجه الصرف الخاصة به. سيد علاء، في وقت إطلاق هذه الخطة الإصلاحية هناك بعض الآراء تحدثت عن أن نسبة 100% لن تصل بسقف زمني ربما سنة. معنى ذلك أنها خطة استراتيجية وليست خطة حكومة واحدة؟ بالتأكيد. حقيقة هي خطة استراتيجية تمتد لمدة 5 سنوات وبها مديات معينة من تختلف من هدف لهدف. الآن السؤال المهم تسأليني من هو الضامن لاستمرار التنفيذ للحكومات القادمة؟ اليوم ببساطة شديدة ماكو شيء ضامن، لكن ما أتوقع بأي صيغة من الصيغ الحكومة القادمة، مع احترامنا لكل شخصهم المحترمة والكريمة أفرادها، تأتي لتقول مثلا لا نريد أن نطور النظام المصرفي. ولا أتوقع لأي حكومة قادمة بالعراق تأتي لتقول لا نريد أن نطور النظام التأمين. لكن لربما من وجهات نظر أخرى ليس لزاما من وجهات نظر الورقة البيضاء، لماذا لا تتحول إلى قرار ملزم للحكومات المقبلة؟ قرار نواب مثلا. الحقيقة اليوم لم نفكر بصيغة الإلزام بقدر ما نفكر بصيغة الحوار. إذا اطلعت جنابك على آليات حوكمة تطبيق الورقة البيضاء، هناك حتى إمكانية للتغيير. يعني هي ورقة مو جامدة، هي ورقة متحركة. الآن نفترض عندنا هدف معين، اكتشفنا فيما بعد أنه هذا الهدف غير مناسب أو من الممكن تعديله للأفضل، هناك آلية لهذا التعديل. واضح. هناك صلاحية معطاة لخلية الإصلاح إذا التغيير مثلا 15% تقع تحت صلاحية خلية الإصلاح، إذا أكثر من 15% يجب أن ترفع للجنة العليا للإصلاح. وهكذا ضمن آليات الحوكمة هناك مجال للتغيير بما يتناسب مع الوضع اللي في وقتها. واضح. إذن مستشار رئيس الوزراء سيد علاء عبد الحسين كنت معنا، شكرا لهذه الإضافة. شكرا جزيلا. أود أن أضيف أنه بعض الأشياء بدينا نشتغل عليها اللي هي مثلا باختصار شديد لو سمحت آي سي كود وقعت وزارة المالية عليها. نقطة أخرى حقيقة إحنا للأسف شديد هناك
كثير من ينتقد الورقة البيضاء ولكن لا يقدم لنا الحلول البديلة إلها. أدعو الجميع لزيارة موقع خلية الإصلاح rmc.gov.iq للاطلاع على الورقة البيضاء بأجزائها، ورفدنا بأي فيدباك أو أي ملاحظات قد تساعدنا بعملنا، ونكون كلنا نعمل في هذا الاتجاه لخدمة البلد. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا جزيلا سيدي علاء. شكرا.